بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن التعليم. بيقول لك دايما كنا نسمع القصة دي، مش عارف الحقيقة هي دقيقة القصة ولا مش دقيقة، بس دايما نسمع إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم بمقاييس الذكاء اللي حسبوها عالميا. سمعت كتير أنا القصة دي، إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم لغاية ما يخش المدرسة يعني لغاية سن 6 سنين، وبعد ما يخش المدرسة طفل عادي جدا جدا جدا. والمشكلة والسبب ان التعليم تلقيني. يعني ايه تلقيني؟ احفظ احفظ احفظ، سمع سمع سمع، خلاص. فيفقد قدرته على الابداع وعلى انه هو يطلع فكرة جديدة، لان خلاص العقل اتجمد بقى، وقف انه هو لازم تجيله معلومة يحفظها ويطلعها وخلاص، انتهى على كده. فيفقد قدرات الذكاء اللي ربنا اوجدها فيه. انا الحقيقة الحكاية دي كانت تعباني جدا، بس كنت بقول طب ما هو اكيد العالم كله، يعني مادة زي الجغرافيا، مادة زي التاريخ، المواد اللي هي كلها حفظ، الاطفال في العالم كله بيعملوا ايه؟ لغاية ما قابلت صديق ليا، هو زي ما تقول كده موجه مناهج في انجلترا، هو اصلا سوري وعايش في انجلترا بقاله سنين طويلة وبيشتغل في المناهج. فسألته الحكاية دي، قلت له يعني احنا بنقعد نقول التعليم عندنا في بلادنا احفظ احفظ احفظ، طب انتوا يعني عندكم، طب ما هو في مواد لازم تتحفظ، بتعملوا فيها ايه؟ فقال لي زي ايه مثلا؟ قلت له الجغرافيا. انا ولادي في الجغرافيا علي وعمر بيقعدوا بقى احفظ احفظ احفظ، طب ما هو لازم يحفظ، ما هي الجغرافيا حفظ. قال لي لا، احنا عندنا طرق تانية. فقال لي طريقة الحقيقة أثرت فيا جدا، عجبتني جدا. قال لي أنت عارف امتحان الجغرافيا بيجي إزاي للطلبة؟ قلت له بيجي إزاي؟ قال لي هما لازم يحفظوا، بس كمان لازم أشغل له بقية دماغه وما يبقاش حفظه بس، لأنها الجغرافيا كده. قلت له طب بتعملوا إيه؟ قال لي بيجي له الامتحان في صورة خريطة، والخريطة دي بالألوان، عليها ألوان مختلفة وصورة قطر، والقطر ده نقوم كاتبين له السؤال، القطر ده هيقف في محطات مختلفة، كل محطة في دولة من دول أوروبا. قدامك الخريطة بتاعت أوروبا، اكتب قدام المحطات اسم البلد اللي هيقف فيها القطر في كل محطة من المحطات. فالولاد يكونوا بيستمتعوا وهم بيتفرجوا على الخريطة قدامهم وبالألوان، فدي ألمانيا ودي فرنسا ودي سويسرا، ويبدأ يشوف خط سير القطر، القطر طالع من إنجلترا دخل النفق، والصورة مورية النفق، يطلع فين؟ يبقى يطلع في فرنسا، يقوم الولد كاتب فرنسا. طيب وبعد فرنسا هيروح على فين؟ يقوم لاقي محطة جديدة، فالولد يقوم كاتب بلجيكا، وبعد بلجيكا يقوم رايح على فين؟ يقوم كاتب مش عارف هولندا. ويبدأ الولد يعيش مع الصورة ويعيش مع الألوان ويعيش مع التفكير. صحيح هو لازم يحفظ خريطة أوروبا، بس حتى في المادة اللي كلها حفظ هو مستمتع ومشغل أجزاء من عقله، الألوان عاملة له شغل والصورة بتاعت الخريطة عاملة له شغل. ياه، قال لي بقى كل المواد بالطريقة دي. أقول لكم الحقيقة، لقيت إن الحتة دي مش مرتبطة بالفلوس الكتيرة اللي المفروض تتصرف على التعليم، قد ما مرتبطة ان الاستاذ يبدع، انه يخلي الطالب مستمتع وهو بيذاكر، او حتى مستمتع وهو جوه الامتحان. انا مش عارف حل حاجة زي كده في بلدنا ايه، لكن اللي انا متأكد منه ان لو انت كأب او انت كمدرس او حتى انت كطالب، حتى لو انت مطالب انك تحفظ، لكن حتى وانت بتحفظ ممكن تحاول تشغل دماغك، ممكن تحاول تتخيل المادة اللي انت بتذاكرها دي وازاي تبقى صورة، وازاي تبقى مش بس انك بتحفظ عشان تسمع. لو عملنا الحكاية دي دماغة ولادنا هتتغير وهتكون مبدعة جدا، وهيفكروا بطريقة مختلفة جدا، حتى لو المناهج مش مساعداهم. احنا يا اباء نساعدهم على كده، وانتوا يا شباب ساعدوا نفسكم على كده. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.